طيب بقى مرة أخرى، محاضرتنا اليوم مشيئة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هي عبارة عن الهيت كويشن. في محاضرتنا حندرس الهيت كويشن في الحالة المتجانسة والحالة الغير متجانسة، لكن في الحقيقة احنا حنبدأ ندرس الحل في حالة الوان دايمنشن لتكون لدينا هذه المعادلة دي المشتقة الثانية، هذه في حالة كما قلنا قبل قليل في حالة N بواحد، اللي في الحقيقة في حالة الوان دايمنشن، عندي هنا بارشال U وذ ريسبكت T، والشرط at zero يساوي zero، حيكون في عندي ثلاثة شروط، والباوندري كونديشنز y عندما x تؤول إلى ما لا نهاية ب 0 وال u عندما x not ب 0 at x not ب 0 حيكون عندي الحل الباوندري u not. هذه مسألتنا. طيب هنبدأ بالدايمنشن اناليسيس. دايمنشن اناليسيس يعني بمعنى هنفرض ان دايمنشن analysis هنا عندي اليو هنا عبارة عن الدنسيتي، هي عبارة عن الام على التكعيب، واليو تي وراح اعوض في المعادله التفاضلية الجزئيه، اليو تي اللي عباره عن اليو على ال، واليو اكس اكس اللي عباره عن اليو اوفر ال تربيع. طيب نروح معوضين في المعادلة السابقة، الطرف الأيسر تعويضات مباشرة، حيبقى دي على حنحسب الحقيقة قيمة الدي، دي عندي في ان، والطرف الأيمن اللي عبارة عن اللي عبارة عن ام، يعني حيبقى يو على ال، واليو اروح جايبه من هنا حيبقى ام على اللي تكعيب، اللي تكعيب على التي، طبعا هذه تي حيبقى ام تكعيب، ام على اللي تكعيب على تي، من هنا نحصل على قيمة الدي اللي معامل الانتشار، دي اللي معامل الانتشار اللي هتبقى اللي تربيع على طيب برضو لو فرضنا
فرضنا اليو، لو فرضنا اليو of x و t يساوي u of x أس A مضروب في T أس B U نوت أس C في D كابيتال أس D و طبعا خلينا احنا في البداية بمعنى صح تبقى بهذا الشكل يو عندنا حاخذها بدون الـ A والـ B والـ C والـ D حيبقى X أس A T أس B يو نوت أس C طيب وعوضنا هنا اليو بـ M ام ال ام على ال تكعيب او نكتبها بهذا الشكل ام سالب 3 ال سالب 3 والاكس حعوض عنها ب ال يبقى ال اس تي والتي حنعوض عنها ب تي كابيتال واليو نوت اللي هي عباره عن برضه ام على ال تكعيب اس سي ودي احنا حسبناها اللي حسبناها الان اللي عباره عن ال تربيع على على تي اس دي الان لحساب الاي والبي والسي والدي طبعا السين لو قارنا بين الطرفين عندي هنا الام اس سي وعندي هنا الام اس واحد وبالتالي السي مباشره تبقى بي واحد طيب عندي هنا ال اس سالب ثلاثه وراح الالات هنا، هنا عندي ال اس اي حيبقى اي وهنا عندي ال اس سالب 3 سي وبالتالي حيبقى عندي الطرف الايسر هحسب يعني هحسب الاي والبي و والسي والدي طبعا هذه دي سمول بمقارنة الاسس في الطرفين عندي سالب 3 حتساوي A ماينس 3 C ماينس 2 D برضو بالإمكان أن احنا نقارنه برضو عندي هنا T أس B وهنا برضو عندي T أس أس D أو طلع فوق T حتبقى أس سالب D وقارنها مع الطرف الايسر اللي هو صفر في الحقيقه حيبقى عندي هنا ايه في ماينس دي يعني حروح اشوف ايه الحدود الموجوده في الطرف الايمن وفي الطرف الايسر اللي متشابهه راح اقارن ايه الاسس او القوى لها طبعا من المعادله هذه الاولى حنحصل على A بلس 2 دي حعوض السي بواحد ومن المعادلة الثانية هحصل على ال B هتساوي ال D وتساوي سالب A على 2 احسب ال D من هنا وبالتالي اكون حسبت هنا الإجراء اللي عملناه في الحقيقة يسمى Dimension Analysis طيب الآن ننتقل ليه لمناقشة الحل حنفرض الحل حنقول نفرض أن suppose that أن الحل يو إكس واتي يساوي يو نوت إف كابيتال أوف إيتا وإيتا هي عبارة عن x على الجذر التربيعي لـ d
في تي، حيث ادي هنا ايه معامل معامل الانتشار. طيب وبالتالي الدالة اف، يعني لما نجي نشتق بالنسبة لتي، الدالة اف في الحقيقة هي دالة، لما اريد اجي اشتق بالنسبة لي التي، بالتالي هشتق ايه؟ هشتق بالنسبة للايتا، وبعدين عندي ايه الايتا، اما هشتقها بالنسبة للاكس او اشتقها بالنسبة للايه؟ للتي. فمثلا ما اجي احسب the first partial derivative of u with respect to t، حنشتق طبعا اليونت كونستانت، حشتاق الدالة f بشكل عام، وراح ايه وراح مشتاق جزئي the first partial derivative of eta with t، وهذا يساوي اشتقاق عادي جدا. عندي f برايم، يعني حنعمل بعض الحسابات، حنحول المعادلة التفاضلية الجزئية إلى معادلة تفاضلية عادية بسيطة جدا، ومنها نوجد إيه؟ ومنها نوجد هذا الحل اللي افترضناه، هذا الحل اللي افترضناه حنوجده، يعني حنوجد هذه الدالة. طيب إذا قلنا هنا في برشل إيتا وذ ريسبكت تو تي، حشتق هنا بالنسبة للتي، حشتق شقاق عادي جزئي بالنسبة للتي، هذا يعطيني ماينس اكس على اثنين في الجذر التربيعي لدي تي تكعيب. اذا هذه المشتقة بالمثل، حروح مشتق بالنسبة للاكس، طبعا بالنسبه للاكس هحتاج ايه؟ هحتاج اشتق مرتين، بالنسبه للاكس هحتاج اشتق نفس الفكره، هشتق هوية نوت في اف وذ ريسبكت تو ايتا، وبعد كذا ايه؟ اشتق هنا بالنسبه للاكس، هذا حيعطيني هوية نوت في f برايم اوف ايتا، وراح اشتق الايتا بالنسبه للاكس اللي حتعطيني ايه؟ واحد على، اشتق كمان مره اخرى برضه المشتقه الثانيه حتكون ذا سكند بارشال دريفيتيف، حشتق مره ثانيه، في مشتقات الايتا بالنسبه للاكس حيعطي لي برضه واحد على قدر لندا تي، ومن ثم حضربهم في بعض حيعطي لي واحد على دي تي. طيب بكون كذا جهزت الان انا المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه، ونروح ايه نروح نعوض في المعادلة التفاضلية الجزئية. طيب فأنا في الطرف هعوض بالمشتقة بالنسبة للإكس هنا دي، المشتقة ذا سكند بارشال ديريفيتيف أوف إكس يونت، في المشتقة الثانية أوف إيتا في واحد على 1 أوفر دي تي. الطرف الآخر اللي هو مشتقة اليو بالنسبة لي التي، حروح كاتبه اكس على اثنين وعندي هنا يو نوت، وهنا عندي ايه المشتقة الأولى الاف اوف ديتا. لاحظ هنا حنشطب لو في حاجة مشتركة متشابهة نشطبها، وبالتالي حتتحول المعادلة التفاضلية الجزئية the partial derivative of x the partial derivative of the height equation to ordinary differential equation.
فنحن مثلا عندي هذه القيمة يونت، تروح مع يونت هنا، هختصر هنا دي أس نص، وهنا عندي دي، هيبقى جذر الدي، هيبقى عندي الناتج ايه دي أس نص، هنا عندي دي هتروح مع دي اللي هنا، يعني هعمل بعض التبسيطات، هيتبقى لي ايه يتبقى لي طبعا التي اللي هنا، هذه التي هشطبها، يعني هختصر، حيبقى هنا عندي تي اس 3 انصاص، فتي تروح مع تي، يبقى هنا ايه يبقى عندي جذر دي تي، يبقى عندي جذر جذر دي تي، يعني بعد ما شطب هنا هو جذر دي، وعندي هنا 3 انصاص، يعني هذا المقدار بعد التشطيب راح يتبقى لي المشتقة الثانية اوف ايتا، وهنا حيتبقى معايا ايه سالب نص، وعندي هنا حيبقى اكس بعد التشطيب، حيبقى عندي اكس اس دي تي. طبعا ما ينفعش ان احنا نحل المعادله في عندي اكس ودي تي، فهذا المقدار ما هو الا ايه هو عباره عن ايتا. اذا يصبح لدينا معادلات فاضليه بسيطه من الرتبة الثانية، حتساوي سالب نص ايتا اف برايم، وطبعا الايتا تقع بين اللانهاية والزيرو. فاهم؟ بمعنى احنا ايه الان حنحل التعويذة السابقة، في الحقيقة بسطت لنا المسألة، حولتها إلى معادلة فاضلية بسيطة جدا من الرتبة الثانية، نستطيع نوجد حلها. طبعا حنحول الباندري كونديشنز، انا كان عندي اليو اوف زيرو او يو زيرو، يعني عشان احل هذه المعادله برضو ايه الباندري كونديشنز لابد دائما نحولها. فانا عندي الحل عند الصفر اللي يونت اف، واروح مع وضع ايه الاكس بزيرو، يعني يصبح عندي الشرط الجديد هذا كان بي يونت، وهنا عندي هذا ناتج عن التعويض، يعني عوضت لانه عندي التعويض، احنا قلنا ايه فرضنا اليو بيونت اف اوف ايتا، فانا هذا اللي عملته بالضبط، والان عوضت عن قيمه الباوندري كونديشن بيو زيرو، هنا عندي يو زيرو f of 0، وبالتالي عندي اول شرط، لان عندي اليونت حتروح مع اليونت هنا، اذا اول شرط عندي ايه ال f of 0 equals 1، هذا first condition، لان حيساعدني، حاحتاجه ايه اثناء حساب ال ثوابت الايه ثوابت التكامل. برضو هحول الشرط الثاني، برضو انا لدي الشرط ايه يو عند ما لا نهاية، عندما اكس تؤول لما لا نهاية، حيث ايه يو نوت، والايتا طبعا الاكس موجود عندي فوق، حيبقى ايه اف اوف ما لا نهاية. اشوف الشرط، يعني حنشوف الان الشرط، طبعا احنا قلنا الشرط the condition at x approaches infinity، كنا كاتبينها في المسألة صفر، وبالتالي يصبح الشرط عندي في هذه الحالة أو f عندما x تؤول إلى ما لا نهاية ب 0، then f at x approaches infinity، وبالتالي الآن أصبحت لدينا معادلة الآن تفاضلية عادية أو بسيطة جدا. أصبح لدينا boundary value problem الآن، أصبح مطلوب مننا أن نحل هذه المعادلة، يعني نقلنا المسألة من معادلة تفاضلية جزئية إلى معادلة تفاضلية عادية بسيطة جدا، منفصلة المتغيرات، نستطيع أو عندي هنا الـ f of 0 equals 1 والـ f of ما لا نهاية equals 0.
بالتالي احنا الآن نقلنا المسألة، يعني أصبح لدينا مسألة بسيطة جدا اللي نحل هذه المعادلة فاضل، نحلها بأي طريقة. مثلا هنعمل ريدكشن للأوردر، يعني مثلا هنقول ريدكشن أوردر، بمعنى أحرح فارض مثلا، حفرض أنه الجي تساوي، خلاص أنا أصبح نتعامل مع أوردينري ديفرنش إيكويشن، أصبح لدي المعادلة الجديدة، وهذه المعادلة تصبح بهذا الشكل. عندي جي برايم، هنا عندي المشتق الثاني، هشتق الطرفين هنا، بس كان دريفتيف، حيساوي ماينس نص ايتا تي. الآن أصبحنا أمام معادلة فاضية عادية، كلنا نستطيع نحلها باستخدام فاصل المتغيرات. حيبقى عندي جي برايم اوفر جي، ايوه، سالب نص طيب نروح نحل هذه المعادلة التفاضلية اللي حيعطينا حلها. إذا نحل هذه المعادلة التفاضلية العادية، البسط مشتق المقام، حاخذ لوغاريتم الطرفين، وبعد كده اخذ الاكسبنشن، اتمنى تحلوها معادلة عادية. يصبح كي تساوي ثابت التكامل، حنكتب الفا في اي السالب مربع ايتا على 4. إذن هذا الحل. طبعا وارجع للجي، للايه الجي احنا قلنا هي عبارة عن فاي برايم، ويساوي الفا في اي اس، انا بكامل الطرفين، خلاص بتكامل الطرفين حيبقى عندي بالمكاملة، وانتجريت بوث سايدز حيدي لي اف اوف ايتا تساوي ثابت التكامل البيتا، وراح اكامل هذا التكامل عادي جدا. طبعا ما نستطيع نكتب التكامل مباشرة، لكن حنخلي الحل بدلالته بدلالة التكامل. أحبك عندي سالب اس التربيع على 4 دي اس. طيب الآن لحساب الألفا والبيتا، نروح نطبق. احنا وجدنا هذا الحل، الآن نروح نطبق الشروط اللي كتبناها قبل قليل. فمثلا عند ات زيرو، يعني ات اي تب زيرو، يبقى هنا اي تب زيرو، ويتبقى عندي ات اي تب زيرو الاف بي واحد، وبالتالي هذا يعطيني قيمة بيتا، بيتا بواحد، لأن ما أحط الايتا هنا بزيرو حيبقى التكامل هذا بزيرو، وبالتالي يعطيني البيتا بواحد. طيب برضو الشرط الثاني، نستطيع منه الحصول على ايه؟ الحصول على الفا اف عندما x تؤول إلى ما لا نهاية، احنا قلنا انها بصفر، وبالتالي حرف واضح هنا زيرو او يساوي بيتا، قلنا خلاص بواحد، زائدا الفا في التكامل ايتا تؤول إلى ما لا نهاية اي السالب اس التربيع على 4 دي اس. ومن هنا نستطيع الحصول على الفا اللي حتكون عبارة عن الفا تساوي سالب واحد على التكامل أو من صفر إلى ما لا نهاية اي السالب اس تربيع على 4 دي اس. واحنا هذا التكامل حسبنا قبل كذا، حسبنا في معادلة تفاضل الجزئية برضه، حيبقى سالب واحد على قدر باي. إذا الألفا سالب واحد على قدر باي، ومن ثم يصبح الحال تبعنا f of
أحولنا المعادلة التفاضلية الجزئية لمعادلة عادية بسيطة، وأوجدنا الحل المعادلة العادية البسيطة. عندنا تكامل من صفر إلى إيتا، من صفر إلى إيتا إي أس سالب إس التربيع على 4 دي إس. هذا الحل تبعنا. وأرجع للإيه؟ للمتغيرات الأصلية. طيب إحنا قبل كده لو تفتكروا في المعادلات التفاضل الجزئية أثناء دراسة لابلاس فورير تعرضنا للدالة التالية للإيرور فانكشن كومبلمنتري. طبعا الإيرور فانكشن كومبلمنتري زائد الإيرور فانكشن كنا قلنا يساوي 1. طيب الإيرور فانكشن كومبلمنتري التعريفة معروفة لدينا سابقا، أنها عبارة عن 1 ماينس 2 على جذر باي تكامل من صفر إلى إيتا إي أس سالب آر تربيع دي آر. طب إحنا حنحاول نكتب هذا الحل بهذا الشكل، يعني حنحاول نكتب هذا الحل بهذا الشكل، وبعدين حنقول إيه اوف ايتا يساوي الايرور فانكشن كومبلمنتري. طب فاللي حنعمله حنروح فارضين، حنفرض الاس، حنفرض الاس ب 2 ار في هذا الحل او في هذا التكامل، وبالتالي الاس تربيع اي 4 ار تربيع، والدي اس اللي عبارة عن ايه 2 دي ار، يعني تكامل بالتعويض. نروح نعوض وبرضه غير في حدود التكامل، هنقول عندما الاس بزيرو، الاس بزيرو تبقى الار برضه بزيرو، وعندما الاس بايتا هتبقى طبعا لان المكامل هنا بالنسبة للاس، الاس بايتا حتبقى الار تساوي ايتا على 2. يلا هذه المعلومات نخششها في التكامل من اجل نحصل على نفس شكل الايرور فانكشن كومبلمنتري. طيب اذا الاف اوف ايتا حتصبح بهذا الشكل، تعويضات مباشرة مبسطة، حيبقى 1/2 جذر باي تكامل من صفر إلى إيتا على 2، وعندي هنا إيه إي أس سالب آر تربيع دي آر، وبالتالي أستطيع أشيل هذا المقدار. نستطيع نشيل هذا المقدار. إذن حرجع للتعويضات السابقة التي فرضناها في البداية يو اكس وتي، احنا كنا قلنا ايه يونت اف اوف ايتا، وهذا يساوي يونت اوف ايرور فانكشن كومبلمنتري ل اكس. حروح هنا كتب ايه الايتا، حرجع برضه للايتا، الايتا اللي هي عبارة عن اكس على 2 في جذر دي تي، وكذا نكون اوجدنا حل المعادلة التفاضلية الجزئية في حالة ايه في حالة الان بواحد، يعني في حالة الون دايمنشن. إذن هذا حل للمعادلة solution of الهيت equation الهوموجينيس الهيت equation. طيب الآن حنأخذه حنوجد الحل in general. الآن حنوجد الحل
الفاندمنتال هنقول نعم let's find a fundamental solution for ut minus حنوجد الآن الحل for any dimension in any dimension دي طيب بالتالي حنفرض الآن حنفرض الحل بهذا الشكل حنقول assume that حنفرض الحل u x و t يساوي واحد على t اس الفا في v x over t اس بيتا. الآن لإيجاد الحل in any dimension حنفرض الحل بهذا الشكل. طبعا هنا ايه الاكس اكس واحد لا حد ايه اكس ان. طيب حنفترض ان الاكس اوفر تي على بيتا واي. طيب وبالمثل زي ما حسبنا نحسب اليو تي ونحسب اليو اكس وهكذا يو تي يو لكن هنا لا بلس ان يو حيبقى المشتقة في السابق كان بالنسبة لإكس واحد هنا حيكون بالنسبة لإكس اي. إذن اليو نستطيع كتابته بهذا الشكل حطلع تي فوق حيبقى تي السالب ألفا في ذي واي والواي تساوي إكس على تي أس بيتا أو طلع أو اكتبه بهذا الشكل أو إكس أس تي سالب بيتا. إذن هذا المقدار هو اللي حنشتقه في الحقيقة بالنسبة للتي. طيب بعد الاشتقاق بالنسبة للتي و بالنسبة للإكس حشتق بالنسبة للتي. لما حشتق بالنسبة للتي حيكون في عندي مضروب دالتين. فمثلا لو بدأت اشتق التي أس ألفا اشتقاق عالي حنزل الأس حنزل الأس حيبقى ماينس ألفا في أس سالب سالب ألفا زائد واحد يعني سالب ألفا سالب واحد حكتبه بهذا الشكل في في واحد. هذا الطرف الآن أنا أعمل اشتاق وذ ريسبكت ذا فيرست بارشال ديريفيتيف وذ ريسبكت تو تي حتعامل الاشتقاق كبرودكت تو فانكشنز. بعدين ايه اثبت التي واروح اشتق ايه اشتق الفي بالنسبة للواي. طبعا حشتق الفي بالنسبة للواي في مشتقات ايه في مشتقات الواي. طيب حشتق الواي هدي له هيبقى ماينس الاشتقاق بالنسبة للتي الاكس يبقى كما هي حيعطيني ماينس بيتا والاكس اكتبها كما هي في مشتقات له الفي اوف واي. طبقنا التشين رول الان اشتقينا الفي دي في اشتق الفي في مشتقات الارجيومنت اللي هي الواي هذا ناتج ايه؟ ناتج اشتقاق الارجيومنت. واروح برضه حشتق بالنسبة للإكس حأثر باللابلاسيان على الفي اوف واي واشتق الارجيومنت اللي هي الواي بالنسبة بالنسبة للإكس. طبعا حشتق ايه مرتين يعني حيكون موجود عندي
مشتقة إكس على تي أس بيتا لما أشتقها مرتين حيعطيني إيه؟ مرة بواحد على تي أس بيتا، بعد أشتقها مرة ثانية واحد على تي أس بيتا، يعني حيبقى إيه؟ السالب اثنين بيتا، وعندي براع هنا إيه؟ التي السالب ألفا، هذه حكتبها كما هي. إذا ناتج اشتقاق الواي بالنسبة لإكس مرتين اللي هو تي أس سالب اثنين بيتا. أصبح الآن مسألة الآن بسيطة. لا نحاول إيه؟ بالإمكان من هنا نحسب نقارن الأسس. لو قارنا الأسس، عندي هنا أس سالب ألفا زائد واحد، هنا عندي أس سالب ألفا، يعني أحاول أبسط هنا، هنا عندي سالب اثنين أس ألفا زائد بيتا، يعني حيديني إيه؟ طيب خلوا أعيد تبسيطها وحضربها في موجب. أو ضربت هنا في موجب حيبقى إيه؟ ألفا تي أس سالب بيتا بلاس 1، حاول أبسط هذا المقدار أو دي واي. طيب عندي هنا ماينس لما حضرب الطرف بلاس. طيب نلاحظ هنا إيه؟ بسرعة، في عندي هنا إكس وهنا عندي إيه؟ تي أس سالب بيتا، لو نزلت التي أس سالب بيتا تحت حيبقى إكس على تي أس بيتا، يعني أنا عندي هنا هذا المقدار تي أس سالب بيتا، لو نزلته تحت الإكس حيبقى إكس على تي أس بيتا. ماشي، نكتبها أهي إكس على تي أس بيتا. طبعا هذا المقدار أستطيع أستبدله بإيه؟ بواي. طب إيه اللي يتبقى معايا هنا؟ تي أس سالب ألفا وهنا سالب إيه؟ واحد، يعني يتبقى معايا إيه؟ تي أس سالب الفا بلس 1، وهنا تبقى معايا الدي في ماينس. كنا حنضرب حيبقى عندي ايه؟ بلس، برضو هنا حيبقى عندي الاس هنا اي اس سالب الفا زائد 2 بيتا، وهذا يساوي صفر. طبعا لو اخذت المعاملات، عندي المعاملات، طبعا هذه الفا هنا، عندي حساب المعاملات تي اس الفا، عندي اس الفا زائد 2 بيتا، يعني بمعنى ايه؟ حساوي معامل تي اس سالب الفا زائد واحد بالصفر. هنا خلاص ما في مشكله، لو اخذت هذا مشترك وهذا مشترك، لكن يبقى عندي هذا المقدار. فأنا هعمل إيه؟ هاخذ سالب، هاخذ ألفا زائد 2 بيتا يساوي ألفا زائد 1، يعني أريد أجعل الأس بإيه؟ ألفا زائد 1، ومن هنا نحصل على قيمة بيتا اللي هي بإيه؟ ألفا حتروح مع ألفا، هنحصل على بيتا اللي هي بي النص، وبالتالي أصبح لما أحط البيتا هنا بنص أصبح التي اللي هنا نفس التي اللي هنا نفس التي اللي هنا، هاخذها مشترك وأساوي معاملاتها بالصفر، أحصل على المعادلة. هذه المعادلة في الحقيقة نص واي، احنا تعاملنا معها قبل كده، لو تفتكروا في ثاني محاضرة بإمكانكم الرجوع إليها. هذه المعادلة تعاملنا معها في الحقيقة، فنستطيع كتابتها بهذا الشكل. لو استخدمنا الراديكال سوليوشن، هذه المعادلة حليناها في الحقيقة محاضرة كامل، بإمكانكم الرجوع إليها عندما وجدنا الفاندمنتال سوليوشن للابلاس إكويشن. فأنا حفرض إنه حستخدم الراديكال سوليوشن، حفرض الـ V بـ W R، والـ R عبارة عن الـ Absolute Value of Y. فأنا حنفرض الحل في Y في الشكل ايه؟ الراديكال سوليوشن فورم. طيب حنحصل على رقم واحد، حكتب الحدود بالتفصيل، الفا في حتساوي ان على اثنين في دبليو،
طبعا احنا حطينا هنا الفاء ب ان على 2، بالامكان في محاضره نوضح كيفيه حسابها، لكن خلينا احنا ناخذها ب ان على 2. برضو رقم 2 الحد التالي اللي هو نص واي دي في، اللي حيكون عباره عن نص ار دبليو برايم. الحد الثالث لابلاسيان في، وهذا حسبناه برضو بامكانكم الرجوع اليه. كنا حاسبين وطلعنا بهذا الشكل، عبارة عن the second derivative of W. طيب أنا أذكر هذا شرحنا محاضرة كامل في ما وجدنا الفاندمنتال ست لابلاس أو الفاندمنتال سوليوشن لابلاس. طيب الآن نعوض، الآن تتحول معادلتي برضو إلى معادلة تفاضلية بسيطة جدا. تصبح المعادلة باستخدام الراديكال سوليوشن، تصبح عندي المعادلة أو بهذا الشكل، زائد أو نص نص. طبعا هذه المعادلة الناتجة نعوض الثلاث الفقرات فيها ونضربها كمان، خلوني أكتبها مرة واحدة، نضرب الطرفين في R minus 1. أنا حكتب الناتج مباشرة، فحيبقى Rn، يعني أنتم بإمكانكم إيه تكتبوا التفاصيل، تبدأوا تكتبوا التعويضات، بعدين تضربوا طرفي المعادلة في Rn ماينس واحد، حيبقى عندي هنا Rn ماينس واحد في المشتقة الثانية W زائد N ماينس واحد على R في W برايم. أو ضربنا هنا إيه؟ في R ماينس واحد، نضرب يعني في R ماينس واحد مع التبسيطات طيب طبعًا إحنا ضربنا في R ماينس واحد عشان إيه؟ هذا المقدار في الحقيقة نستطيع أن نكتبه بهذا الشكل. لو أخذنا نص برا لو أخذنا نص برا نستطيع أن نكتبه، هو عبارة عن Rn في W، يعني لو اشتقت أنا هذا المقدار أحصل على هذا المقدار. يعني العملية الآن أصبحت عملية تبسيطات من أجل أوجد قيمة W. طيب برضو هذا المقدار اللي موجود هنا نستطيع نكتبه، we can write it as Rn minus 1 في W برايم، يعني بحيث لما اشتق هنا مضروبة الدالتين ارجع لي هذا المقدار. الان بمكاملة الطرفين، طبعا بمكاملة الطرفين حتروح المشتقات هنا، حيبقى عندي ثابت واحد او بالمكاملة الان we integrate both sides او we integrate او we integrate both sides نحصل على نص ار ان، يعني حتحول المعادله من رتبه ثانيه الى معادله من الرتبه الاولى. طيب طبعا للحصول على الان لو وضعنا الشروط التاليه، قلنا اف ليميت عندما R تؤول إلى ما لا نهاية للـ W تساوي صفر، و limit عندما R تؤول إلى ما لا نهاية minus 1 للمشتقة W، هذا حيعطيني الـ A بزيرو. طيب بالتالي يبقى لدي معادلة الآن، خلاص تفاضلية أبسط، أصبحت لدي المعادلة الآن W برايم
ماينص نص ار دبليو، وافصل هنا المتغيرات واوجد ايه قيمه الدبليو اللي حتساوي دبليو اوف واي تساوي ايه الثابت اخر بي اي السالب ار تربيع على 4. طبعا انا عندي هنا الار اللي عباره عن الواي، والواي اللي هي عباره عن يعني حرجع لي التعويضات حقي تي اس بيتا طبعا حناخذ البيتا اخذناها يعني حسبناها بيتا بنص، وبالتالي اصبح عندي ايه الار او الواي اكس اس تي، واروح معوض هنا حيبقى عندي. طيب اهو بنرجع لي المتغيرات الاصليه، احنا قلنا يو ايش اللي فرضنا واحد على تي اس الفا في في اوف واي، والواي قلنا اكس على تي بيتا، والبيتا احنا حسبناها كم طلعناها بان تي بيتا، البيتا بنص. هنا عندي التي اس بيتا حيبقى ال ان على 2 افي، وهذا يساوي اروح اعوض الان وافرض البي دبليو احدي ليه حيبقى بي على هذا الثابت التكامل بي على ايه على تي الفا الفا بان على 2. احب بامكاننا نوضح في محاضره او حناخذها كذا وخلاص بدون توضيح. في الفي حاخذ الار تربيع حيبقى مربع الابسوليوت فاليو اوف اكس على الايه على، وحربع هنا تي اس نص يبقى عندي هنا 4. طبعا بامكانكم تحسبوا مربع مقياس الاكس سهل جدا، يعني اذا مربع مقياس الاكس لو تريدوا تحسبوه من هنا، ان احنا عندنا ايه الاكس هو عباره عن اكس واحد الى حد اكس ان، وبالتالي مقياس اكس اللي عباره عن ايه طبعا لان احنا اوجدنا الحل هنا لاي دايمنشن اكس واحد تربيع زائد اكس ان تربيع، بالتالي مربع مقياس اكس حيبقى هذه القيمه بدون ليه بدون الجذر. طب وبالتالي الحل للهيت ايكويشن فور اني دايمنشن حتساوي بي على تي اس ان على 2 في اي اس سالب مربع مقياس اكس على ايه؟ على 4 تي. على 4 تي. طيب حقيقة نكون انتهينا. هذا الحل إذا حنقول هذا الحل this solves the heat equation ان ار ان. طيب اخر فقره نكتب فيها اللي ديفينيشن الفاندمنتالز للهيت ايكويشن فور اني ديمنشن، نفس اللي ما عرفنا ايه لما اشتغلنا في لابلاس ايكويشن، نفس الحكايه في الاخير ايه لخصنا الفاندمنتال. حنختار هنا البي حنكتبها جاهز، حنختار البي
اللي بواحد على اثنين اس ان في باي اس ان على اثنين. هيبقى أربعة التعريف أو جاهز تي اس ان على اثنين اي اس سالب وتي أكبر من الصفر والإكس وحكم بصفر في حالة التي أقل من الصفر والإكس. فعلا تستطيع لو حطينا الإن بواحد حيبقى عندي هنا إكس واحد فقط، إكس يعني حيبقى إي سالب إكس تربيع، حطوا الإن في واحد حنحصل على الحل اللي كتبناه قبل قليل. يعني لو حطيناها ان بواحد حنحصل على الحل في حالة الون ديمنشن. اذا هذه الدالة في الحقيقة احنا ايه؟ هذه الدالة حنسميها فاندمنتال او فاندمنتال سوليوشن اوف هيت كويشن لمعادلة نكتفي بهذا القدر اليوم، نكتفي بهذا القدر.